أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، حلقة أسبوعية جديدة من برنامجكم حديث العلم، واللي بنتكلم فيه عن آخر الاختراعات، كمان الاكتشافات العلمية المختلفة وآخر ما توصلت إليه مراكز البحوث العلمية المختلفة. ما فيش شك مشاهدينا أنه كوكب الأرض الحقيقة فيه عدد كبير جدا من البحار والمحيطات ومعدل كبير جدا من المياه، لكن في الواقع حوالي 2.5% بس دي اللي صالحة للشرب، مياه عذبة صالحة للشرب. من هنا جت فكرة أو مركز بحوث الصحراء أنه يهتم بمسألة تحلية المياه، تحلية المياه لتصبح مياه عذبة صالحة للشرب. الحقيقة مركز بحوث الصحراء بيمتلك من الخبرات والقدرات الكثير والكثير، مش بس خبرات، كمان تقنيات حديثة فيما يتعلق بتحلية مياه الشرب. ده هيكون محور نقاشنا مع حضراتكم مع ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ الأقمار الصناعية ونائب رئيس مركز بحوث الصحراء. برحب بيك يا دكتور صفي. أهلا بيك يا فندم. يعني خلينا نتكلم في البداية ونعرف المواطنين قد إيه إحنا يعني ممكن بنعاني من مياه ممكن تكون مهدرة، لكن بتحلية هذه المياه وجعلها صالحة للشرب ومياه عذبة ممكن إننا نستغل المياه بشكل أفضل. من هنا دور مركز بحوث الصحراء، حب حضرتك تكلمنا عن الدور اللي بيلعبه في مسألة تحلية المياه. طيب، هو خلينا بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم دلوقتي على إيه؟ أين الماء من العالم، من الكون؟ يعني دائما وأبدا بنقول أن الحاجة أم الاختراع، يعني إيه اللي يخليني أنا أروح علشان أحلي مية بحر درجة ملوحتها 42 ألف جزء في المليون إن لم أكن محتاجها ومحتاجها جدا؟ يبقى بناء على آخر تقارير طلع من المنظمات الدولية بنقول أن 2.5% بتوع كميات المياه العذبة اللي صالحة على وجه الأرض هي موجودة منذ الخليقة، يعني منذ البشر. إيه هي شكل مصادر المية في الأساس في الكون كله؟ شكل مصادر المية هو العامل الأمطار، أمطار هي المعدل الأساسي اللي بيغذي منه المية. الأمطار بتنزل بتروح جزء منها بيعمل أنهار، فبتسير الأنهار زي اللي حضرتك عارفها في العالم كله، زي ما كل المشاهدين عارفينها إن الأنهار دي موجودة زي نهر النيل، زي الأمازون، زي نهر السنغال، زي نهر الكونغو. كل دول أساسهم هي أمطار، أنهار اتكونت بسبب سقوط الأمطار بالظبط كده. طيب ده أنهار. طب اللي ما بقاش أنهار في مياه أمطار بتنزل، فإحنا بنعمل حاجة اسمها حصد مياه أمطار عشان نعرف نستفيد من المياه العذبة مباشرة. اوكي، طيب بعد كده جزء من مياه الامطار، الجزء الثالث اللي هو اللي احنا بنسميه جزء البنتريتد اللي هو بيخترق الارض وينزل علشان يغذي خزانات المياه الجوفيه. يبقى ادي الثلاث مصادر الرئيسيه للمياه المياه العذبه في الكون، اللي هي الانهار، حصد مياه الامطار، المياه الجوفيه. طيب كل ده موجود للاستخدام على مستوى الكون علشان ينتج الغذاء، لأن احنا دايما وأبدا بنقول أن ليس هناك غذاء ولا زراعة بدون ماء. فليه؟ بالتأكيد ده بيضمن لكل الناس على وجه الأرض مسألة الأمن الغذائي بالتأكيد. بالظبط كده، فدي دي سر الخلق والخالق سبحانه وتعالى. طيب إيه الموضوع؟ فجأة كميات عدد البشر بيزيد حتى وصلنا لأن احنا بقينا 8 مليار إنسان على سطح الأرض، على كميات الأمطار، على كميات المياه أو نوعياتها التي لا تتغير. طب أنا دلوقتي إيه النقص في كمية المياه أو ندرة المياه الذي يصيب العالم الآن ويصيب العالم منذ أكثر من 15-20 سنة، وإحنا ماشيين في توجه في اتجاه الفقر المائي على العالم كله وعلينا إحنا كمصر من إحدى الدول اللي مصابة بهذا الوضع. طيب اتجاه الفقر المائي ده جه منين؟ إن أنا عندي عدد سكان وعندي مشروعات وعندي عاوز أعمل غذاء وعاوز أعمل إنتاج حيواني للغذاء للزراعات وعاوز أعمل كل ده، الأمن الغذائي للمواطن في العالم محتاج له مية. طب المية دي
لو هي قلت لو هي موجوده. طب حضرتك اتكلمت دلوقتي يا دكتور صفية عن مصر وقد ايه هي اهتمت بتحليه مياه المياه بشكل عام، واستخدمت كمان اساليب وطرق مختلفه لتحليه المياه. تصنيف مصر من وجهه نظر حضرتك في تحليه المياه؟ لا، هو تصنيف مصر احنا تصنيف كويس، لان احنا بادئين من بدري شويه. لكن خلينا نتكلم على التكلفه. التقنيات تحليه المياه ليها اسس وليها تغير. يعني انا بس كنت عاوز اقول من هنا جت اهميه تحليه المياه لمصر وللعالم كله. ندره المياه، بدليل ان احنا يعني ضغطنا على مؤتمر الكاب 27 على اساس ان احنا نضيف ندرة المياه كاحدى الاتفاقيات التلاتة اللي هي اتفاقيات الاطراف، اللي احنا كنا بنتكلم دايما على تصحر وعلى جفاف وعلى تنوع بيولوجي. النهاردة بقينا نتكلم على حاجة رابعة اللي هي ندرة المياه. طيب ندرة المياه، ايه فايدة تحلية المياه؟ فايدة تحلية المياه ان انا عندي بحار، أنا كمصر عندي بحر أبيض وبحر متوسط وقناة السويس وسوري والخليج العربي وخليج السويس وخليج العقبة وخليج السويس، فبقى عندي مصادر مياه مالحة موجودة تحاوطني من جميع الجهات. طيب إيه الموضوع؟ طيب في أماكن بعيدة جدا زي السلوم مثلا، زي الأماكن العريش وآخر حدود مصر، علشان أوصل المية العذبة اللي جاية من النيل أو اللي جاية من الأنهار، علشان أوصلها المكان ده ميبي إن أنا محتاج بنية تحتية تتكلف تكاليف كتيرة جدا. العالم كله كده دخلنا على ما يسمى مرحلة تحلية المياه. إيه طب من هنا يعني هسأل حضرتك سؤال. حضرتك اتكلمت عن قد إيه العالم كله اهتم بمسألة تحلية المياه. طيب أكيد العالم برضو عنده تكنولوجيات حديثة استخدمها في تحلية المياه. هل مصر قدرت تطبق هذه التكنولوجيا الخاصة بالتحلية بشكل كبير جدا؟ أنا شايف كده إن هي إن احنا بدأنا مع العالم بدري ووصلنا لمراحل متقدمة من جزئية تحلية المياه، خصوصا ان احنا يعني التقنيات الطبيعية لتحلية المياه كانت قبل كده هي الايفابوريشن، انك انت تعمل ايه طرق بدائية زي ما كانت بتتم زمان في العصور القديمة، ان انا باخد المياه واغليها تطلع بخار المياه يتكثف في مكان تاني. طرق تحلية المياه بالتكثيف اللي هي القديمة او بتاعت زمان دي اللي كانت كل الناس بتستخدمها. النهاردة وصلنا لمرحلة لا، في تقدم اكتر. دخلنا على مرحلة نزع المياه، نزع الدرجات الملوحة من بالحرارة المباشرة، خلاص غير التكثيف. ده اكيد عن طريق اجهزه طبعاً متطوره. في الار او او الريفرس اوسموس، ده نوع من الفلاتر اللي بتعمل تحليه للميه. قصه التحليه اساسا هي في كلمتين، ان انا بانزع كميه الملح اللي موجود في الميه، وكميه الملح اللي موجوده في الميه حتى اصل بها للمعدل العالمي او المعدل الطبيعي اللي بتقر وزارات الصحه في ان هذا النوع من المياه بتلك الدرجه من الملوحه صالح للاستخدام الانساني او الحيواني او النباتي. فطبعا الفرق بقى كبير. خدي بالك احنا بنتكلم على 1000 جزء في المليون، ده الحد السماح، او 1200 جزء في المليون حد السماح للاستخدام الادمي سواء او الاستخدام في الزراعه او الاستخدام في الحيواني، الى 42000 جزء في المليون هم اللي موجود في ميه البحر اصلا. يعني انا مطالب مني ان انا انزع كميه الاملاح. طيب. دي واوصلها للمعدل الطبيعي. ده يا دكتور صفي بالنسبه، هل في فرق ما بين التحلية والمعالجة، وكمان الفرق من ناحية التكلفة أيضا؟ طبعا في فرق، خلينا بس نتفق على هذا. لكن إيه ميزة التحلية وميزة المعالجة؟ خد بالك ان انا دايما لما باجي بحلي مية عالية الملوحة، درجة الملوحة بتاعتها عالية، فبالتالي ما ببقاش محتاج ان انا اعمل لها نوع من التحليل الميكروبيولوجي او الكلام زي ده، لان كمية الاملاح دي ومعدلاتها بتوفر عليا ان انا اعمل ازاي ان انا اتدخل بالناحية البيولوجية.
ليه؟ لان الملوحه طبيعي بتقتل اي حاجه مضره، ميكروبات او فيروس او اي حاجه ممكن تتواجد. تعال للمعالجه بقى. المعالجه ان انا باخد مصل، بعمل التريتمنت لمياه اصلها مياه عاديه، انما هي مياه صرف زراعي او صرف صحي او مع صرف مصانع، صرف صناعي. اذا الفرق كبير جدا ما بين التحليه والمعالجه، مع ان التحليه قد تكون ارخص من ثمن من تحليه المياه العاديه. الفرق في الاثنين كميه الطاقه المستخدمه. بس المعالجه بتبقى انا بعيد استخدامها علشان ازرع بيها تاني للدوماستكس، للاستخدام الادمي او الاستخدام الانساني، فبالتالي ببقى حريص قوي قوي على ان انا اعمل فيها تريتمنت بيولوجي، تحليل بيولوجي، تحليل كيميائي وتحليل فيزيائي. كل الانواع دي من التحاليل بتبقى جايه قبل ما تنزل تاني تعيد يعاد استخدامها. ليه حضرتك بتكلميني على الاثنين دول بالذات؟ لأن أصبح من الضروري للعالم كله إيجاد مصادر مياه غير تقليدية، غير المياه الطبيعية. ليه؟ لأن زيادة عدد السكان المهولة مع التطور في المشروعات في كل الدول دي أصبح يحتاج إلى مصادر أخرى من المياه. رجعنا فيها للتحلية وتكلمنا على المعالجة. المعالجة بتكون قد تكون أقل تكلفة من التحلية، لكن وحتى لو أعلى تكلفة، إحنا دايماً، أنا دايماً ده رأيي الشخصي كمتخصص في الموضوع ده، أنا أميل للمعالجة. طيب من هنا هسأل حضرتك سؤال. مركز بحوث الصحراء الحقيقة عنده من الخبرات الكثير، كمان عنده من التقنيات الحديثة الكثير في مجال تحلية المياه ومعالجتها. كمان بتكلم عن مركز التميز المصري لأبحاث وتحلية المياه، طبعا هو يعتبر من أهم المراكز في الشرق الأوسط. حب حضرتك تكلمنا أكتر عن المركز، نعرف به السادة المشاهدين والمهمة اللي بيقوم بها تحديدا. من أين أتى فكرة مركز التميز المصري لتحلية المياه؟ أن أنا في الأساس جهة علمية بحثية لديها قسم متخصص مش موجود في جامعات كتير بصفة أساسية كقسم، يعني اسمه قسم كيمياء المياه، هيدرو جو كيمياء. يعني إيه كيمياء المياه؟ يبقى من هنا بدأ إن أصل القسم ده في قسم أكاديمي بحث علمي تطبيقي متخصص في كيمياء المياه. طيب من ضمن أنشطة هذا القسم أو من ضمن بوادره إن فرز الكوادر العلمية المتخصصة المميزة في مثل هذا النوع، في مثل هذه النوع من التقنيات ومن الدراسات ومن الأبحاث ومن التحاليل. يلتحق بهذا القسم ويلتحق بالمركز معمل مركزي، والمعمل المركزي ده له مجمع بيستخدم فيه جميع أنواع التحاليل الخاصة بالمياه والتربة وكل حاجة في الدنيا، بس ده بتكلم عليها. طيب جت من فكرة أبناء المركز، من فكرة أبناء المركز ومن أساتذته، إحنا ليه ما نعملش مركز تميز لمركز لتحلية المياه؟ ازاي نعمل دراساتنا وابحاثنا وبعدين ناخد الدراسات والابحاث دي وننزل بيها للتطبيق حتى نصل لمرحله التصنيع، على اساس ان احنا نخش ايه؟ ما احناش عاوزين ان احنا نبقى دائما وابدا بنشتغل بحوث ولكن بلا تطبيق. فلكن احنا عندنا بحوث، يعني بتبداوا بالبحث ولحد ما تصلوا بيه في النهايه لمساله التطبيق على ارض الواقع. التطبيق وحتى وصلوا المجموعه البحثيه دي، وهي مجموعه من الاساتذه ومجموعه من الطلبه المتفوقين جدا جدا والمميزين في هذا المجال. من ضمنه لما تقدمت مصر، جمهوريه مصر العربيه، على انها عاوزه تعمل اهتمام جدا من خلال اكاديميه البحث العلمي ومن خلال المراكز البحثيه المتخصصه، عاوزه تعمل مركز تميز نشوف العالم وصل فين في تقنيات تحليه الميه واحنا فين وكيف نذهب الى العالم. طيب من النقطه دي، المركز مؤخرا توصل لتقنيه حديثه جدا في تحليه المياه، حابه حضرتك تكلمنا عنها. طب المركز وصل لمرحلتين،
مرحلة إن هو يعمل الفلاتر الصغيرة أو الصغيرة الحجم اللي هي بيسموها في السوق الدرج الشمعة. صناعة الفلاتر ديت بدأ المصنع على حد محدود على كمية تطبيقية، وتعدى مرحلة التطبيق لمرحلة البروتوتايب اللي هو إنتاج النموذج الأول علشان أبدأ بيه للصناعة. الحاجة التانية إن إحنا عملنا ثلاث حاجات. اولا من اول الجهات اللي بدات تستخدم تحليه المياه باستخدام الطاقه الشمسيه. استخدام الطاقه الشمسيه في تحليه المياه، مركز بحوث الصحراء من الجهات المميزه على مستوى مصر والشرق الاوسط، منها من اوائل الجهات اللي اشتغلت في هذا المجال. التقنيات الاكثر روعه في الجزئيه دي هو بدانا ننتج محطات تحليه مياه متنقله. وده يمكن كان هيكون سؤالي لحضرتك، يعني طبعا من اهم الحاجات اللي انتجها المركز هو تصميم محطه عائمه متنقله لتحليه مياه البحر. دي حقيقة. خلينا نتكلم الأول على المحطة المتنقلة اللي بتنتج تحلية المياه بكميات محدودة باستخدام الطاقة الشمسية وهي متنقلة بري. دي في الأول كانت فكرتنا، وكانت فكرتنا فيها إيه؟ إن أنا عندي بعض القرى السياحية وبعض الهيئات وبعض الجهات ما هياش محتاجة ماكرو بروجكت اللي هو المشروعات الكبيرة أو لتحلية المياه، قد تحتاج 50 لتر مكعب يوم، قد تحتاج 12 متر مكعب يوم according to its need، يعني طبقا لاحتياجاتها. فانا طبقا لاحتياجاتها بنعمل ازاي؟ بنصمم، يتم تصميم هذه الوحده، والاروع انها تبقى متحركه لانها قد يمكن تحركها ليه. ودي كانت ليها اصول عسكريه، واصول ان انا ايه، انا عاوز النهارده عندي مباني بريفاب عاوزه اتنقل بالوحده بتاعتي، ما هياش تبقى ثابته مكانها وخلاص. لا، كنوع من التطور، والتطور البحري على خطوه من خطوات وصول لانتاج الهيدروجين الاخضر في المستقبل. ان احنا بنعمل ازاي؟ عملنا مركز التميز المصري اقر محطه عائمه. المحطه العائمه دي بتبقى ماشيه بفلوت او ببلوت على قلب الميه، وتتحرك داخل الميه. وتعمل ازاي بقى؟ وتعمل باستخدام الطاقه الشمسيه في نفس التوقيت، وهي ونعمل عمليه فصل الاكسجين عن الهيدروجين علشان انتج بعض الطاقه الخضراء. بس دي مرحله لسه احنا بنشتغل فيها على مرحله الهيدروجين. ازاي كمان نخفض تكلفه تحليه المياه بشكل عام؟ خدي بالك، طبعا يعني ده الاساس في الموضوع. احنا لما بدانا زمان تحليه المياه كانت بتتكلف يمكن كذا دولار، 2 و3 و4 كمان دولار. النهارده وصلنا لمرحله ان انا بوصلها لدولار او اقل كمان، وصلنا لنص دولار. طيب ايه اللي أو منين جدا؟ باستخدام انا الكومبوننت باستخدام تحليه المياه هو ايه؟ يا اما طاقه، يا إما ماشين في حد ذاتها. الميكنة اللي أنا بستخدمها تكلفتها إيه على المتر، وتعمل كم متر مكعب. فلما بدأنا ننتج نوعيات من الماشين ونوعيات من الفلاتر تعيش مدة أطول، فأصبحت تخلي إيه؟ لما بحسب تكلفة الماكينة دي أو الماشين ده أو تكلفة الطاقة على انها تنتج لي 12 متر مكعب في اليوم، غير انها تنتج لي 50 متر مكعب في اليوم، فبتبقى ايه، بتنزل في السعر اوتوماتيك. اهميه يا دكتور ان احنا نحدد الخصائص، زي ما احنا عارفين ان المياه ليها خصائص، بتكلم عن خصائص المياه الجوفيه، بتكلم عن كمان خصائص مياه البحر. الى اي مدى احنا محتاجين نحدد خصائص المياه المستخدمه في التحليه؟ هو طبعا انا لمدى كبير ان انا محتاج احدد الخصائص المياه قبل ما ابدا في عمليه تحليتها، لان طبقا للخصائص دي انا عندي كميه من الطاقه هبقى محتاجها، وكميه من الويست ووتر عاوز اخلص منها. فانا لو مانيش عامل مستقبلا خصائص المياه دي ودارسها كويس قوي وعارف فيها الكميات الملوحه اللي فيها قد ايه، وان الانتاجيه بتاعتها كام في الميه، يعني انا لكل 100 متر مكعب ميه مالحه هانتج منها
كام متر مكعب ميه فريش، ميه عذبه، او في او هنتج منها كام متر مكعب ميه شديده الملوحه او الوست ووتر او اللي هي الريجكت زي ما بيسموها في البدايه. ليه؟ لان لازم اعرف الميه اللي انا هنتجها دي هصرفها ازاي الاول وهوديها فين. والنقطه الثانيه عاوز اعرف كميه الوست ووتر دي انا هعرف اخلص منها ازاي وهعمل لها ميكانيزم ازاي عشان اتخلص منها. طب النقطه الثالثه بقى تكلفه الطاقه اللي انا هعمل بيها عمليه المعالجه دي او عمليه التحليه دي. كل دي اسس يعني لازم نمشي عليها وخلاص. لازم يكون خصائص المياه اللي انا داخل عليها قبل بالبداية لازم يكون عندي تحاليل لخصائص المياه. وبالتأكيد يا دكتور كمان مسألة تحلية المياه بتدخل في إطار عملية التنمية الشاملة، التنمية المستدامة اللي طبعا بتسعى مصر جاهدة للحصول عليها. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور صفي الدين متولي، وأنت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء وأستاذ الأقمار الصناعية. شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا لك يا فندم. شكر موصول لحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. بإذن الله الأسبوع القادم نلتقي مع حضراتكم وحلقة جديدة من حديث العلم. إلى اللقاء.